هل صحيح انك انت في مطار بيروت لما سألوك عن اسم الوالدة قلت لهم ام باسم وما قلتش اسمها؟ ايوه. ليه؟ هو بيدوك ورقه كده في المطار او في الطياره بتملى فيها بياناتك، فاسم الام فما عديته يعني، فنزلت للضابط فمتوقع انه هيقول لي اهلا يا فنان بتاع، لقيته فيلن شويه، فبيقول لي اسم الوالده ايه؟ قلت له ام باسم. فبس يعني. اسم الوالده صعب شويه اظن، صح؟ لا مش صعب، اسمها حلو، اسمها زوقت. اسم جميل، جام الزوق، اسم جميل، اسم تركي. ربنا يديها الصحه حبيبتي. هل في حياتك اصدقاء تحولوا الى اعداء؟ اعداء لا، الحمد لله ما عنديش اعداء، بس ممكن الناس بتتحول، في ناس بيحصل لها غرور، في ناس بيحصل لها. يعني مين تحول معاك يعني؟ اسامي انت عايز؟ في واحد اسمه عباس تحول معايا. عباس وحسين. بص اقول لك الحاجة، انا بحب اصحابي جدا، على قد ما هم بيحترموني انا بحترمهم يعني، مش اكتر من كده يعني. بس انت صديق جدع، ما اعتقدش حد يخسرك. الحمد لله. هل بتحس ان الوسط الفني ممكن يتآمر ضد باسم سمرة؟ يتآمر ضدي انا؟ لا بقى بيحبوني جدا، بس هي احنا الصناعة بتاعتنا في ازمة، مش الوسط، مش الاشخاص، هي الصناعة اللي في ازمة. الاشخاص لطاف جدا، لو في شغل وفي بيزنس وفي افلام، مفيش غيره يعني، مفيش حقد، مفيش في كل المجالات فيها ده يعني منافسه، مفيش الدور ده ليا ليه يروح له، حاجات زي كده ما تعرضتش، ما شفتش حاجات زي كده؟ شفت، بس انا عندي قناعه ان الارزاق بيد الله مش بيدي حد يعني. طب النوع ده لو واحد كان صديق وبعدين في لحظه يعني عمل حركه كده حسسك ان هو مش جدع، تعمل ايه؟ بتقطع؟ تواجهه؟ لا اواجهه طبعا، اواجهه واقاومه.